مادة التربية الإسلامية، الصف العاشر، الجزء الأول. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الدرس 23، العلاقات الدولية في الإسلام، من الصفحة 97 إلى الصفحة 101. دعا الإسلام إلى التعاون بين الناس والشعوب والدول كافة بما فيه خير الإنسان وسعادته، وقد نظم الإسلام العلاقات الدولية مع باقي الدول على مجموعة من القواعد والمبادئ السامية التي لم تتوصل إليها البشرية إلا حديثاً. ومن هذه القواعد أولاً السلم. جعل الإسلام السلم الأصل في التعامل بين الدول، وذلك للمحافظة على حياة الناس وحماية أموالهم وممتلكاتهم وأعراضهم. قال تعالى في الآية 61 من سورة الأنفال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، صدق الله العظيم. وقد أقام الرسول صلى الله عليه وسلم مع الدول المجاورة علاقات دولية، ومن ذلك أنه نصح المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، وكان النجاشي ملك الحبشة مسيحيا فأمنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وقال لهم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فأحسن النجاشي استقبالهم، وعاش مهاجرو الحبشة عنده بسلام آمنين على أنفسهم. قد أرسل صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن لتعليم الناس الإسلام قبل حجة الوداع، من دون أن يتعرضوا لأي أذى حتى رجعوا إلى المدينة المنورة. وبعد قيام الدولة مد الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جسورا بينه وبين ملوك الدول الأخرى ورؤسائها، فأرسل إليهم الرسائل لدعوتهم إلى الإسلام، وخاطبهم بأسلوب حسن، وقد بدأ جميع خطاباته صلى الله عليه وسلم بالدعوة للسلام. وكان المسلمون في المدينة المنورة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتاجرون مع بقية الدول، فقد ثبت أنهم كانوا يشترون الحبوب من بلاد الشام وهي ضمن الدولة الرومانية، وكان تجار الروم يأتون إلى المدينة ويجلبون إليها البضائع. ثانياً الحرب. جعل الإسلام الحرب حالة استثنائية لا يلجأ إليها المسلمون إلا مضطرين، وذلك إذا اعتدي عليهم أو نقضت المعاهدات معهم. فما كانت حرب النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أو مع اليهود أو مع الروم إلا اضطراراً. فيوم بدر كان رداً على مشركي مكة الذين منعوا المسلمين المهاجرين للمدينة من أخذ أمتعتهم وأموالهم. وفي أحد جاءت قريش إلى المدينة لمحاربة المسلمين ولم يذهب المسلمون إليهم. وفي الخندق قدمت قريش ومن معها من الأحزاب إلى المدينة المنورة وحاصروها. وفي فتح مكة نقضت قريش عهدها مع المسلمين الذي عقدته في صلح الحديبية. وكذلك فعل يهود بني قينقاع حيث نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما يهود بني النضير فقد تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويهود بني قريظة خانوا المسلمين وتحالفوا مع قريش في يوم الخندق. وكان سبب موقعة مؤتة قتل والي الروم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث الأزدي رضي الله عنه. وقد دعا الإسلام المسلمين إلى نشر قيم الإسلام العليا لتحقيق التعايش الإنساني الكريم، فالمسلمون أصحاب رسالة عالمية عادلة. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، صدق الله العظيم، الآية 143 من سورة البقرة. والإسلام يعظم كل الجهود التي تعظم القيم العليا التي جاء بها لإسعاد البشرية وتحقيق الكرامة لها، ويمنع كل اعتداء عليها أو تعد، ويقف في وجهه بقوة. ثالثا المعاهدات. أقر الإسلام المعاهدات مع الدول الأخرى ما لم تكن معادية. قال تعالى في الآية 7 من سورة التوبة: بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، صدق الله العظيم. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية مع قريش. والمعاهدات هي اتفاق بين دولة ودولة أخرى على تنظيم علاقاتهما واستمرار حالة السلم. وتأخذ المعاهدات أشكالا متعددة مثل المعاهدات الاقتصادية والسياسية.
وأوجب الإسلام الوفاء بالمعاهدات التي يبرمها المسلمون بمحض اختيارهم. قال تعالى في الآية 34 من سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صدق الله العظيم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يقتل معاهدا بقوله: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد في المسيرة 40 عاما. وقد أقر الإسلام عقد الأمان لكل من يدخل الدولة المسلمة من الدول الأخرى بإذن منها، ولو كان من دولة محاربة، سواء أكان قدومه لتحقيق أغراض عامة مثل قدوم السفراء والدبلوماسيين، أم لأغراض خاصة مثل قدوم التجار ورجال الأعمال والسياح وطلبة العلم وكل من يقيم في الدولة المسلمة إقامة مؤقتة. وللمستأمن حق على الدولة المسلمة بأن تحمي نفسه وماله وعرضه من الأذى، وأن ينتقل في الدولة بما يمكنه من أداء مهمته بحرية. وفي مقابل ذلك عليه أن يلتزم القوانين والأحكام النافذة، وللدولة المسلمة أن تخرجه من أراضيها إذا انتهت مدة إقامته أو ارتكب مخالفة تضر بعقد الأمان. معلومة إثرائية: عقد الأمان هو عقد يتم بموجبه حفظ الأنفس والأموال والأعراض لغير المسلمين الذين يدخلون الدولة من دولة أعلنت الحرب على المسلمين. أقرأ وأناقش. أقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وأناقش زملائي في اهتمام الإسلام وصيانته لحقوق المعاهدين. القيم المستفادة من الدرس: أولا، أحرص على نشر قيم الإسلام الكبرى مثل الرحمة والعدل والحرية والسلام. ثانيا، أفي بوعودي. ثالثا، ألتزم بقوانين الدولة التي أقيم فيها. رابعا، فراغ. الأسئلة: السؤال الأول، اذكر العلاقات الدولية التي تشير إليها النصوص الشرعية الآتية. ألف، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، صدق الله العظيم. ب، قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم، صدق الله العظيم. السؤال الثاني، يعد كل من يدخل بلاد المسلمين مستأمنا، وضح ذلك. السؤال الثالث، ما دلالة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما؟ السؤال الرابع، الحرب حالة استثنائية عند المسلمين، وضح ذلك. تم الدرس أعزائي.